هلا هلا يا ابو رجل الذهب. لم يخيب العراق الأشقاء رغم سنون الشقاء، وما بين ماض كانت فيه بغداد للسلام عنوانا بين شقيقاتها العربية، وحاضر خرج لتوه من حزن غطى ثوب العراق بالويلات والأسى. لم يخيب العراق بأهله كثرة التهلي وترحاب الشقيق للشقيق. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. يا هلا يا هلا، الله يسلمك. مشكور مشكور. حياكم الله. مية لا السياسة بأشواكها أو ضرائبها، ولا حصار البلاد بعزلة دامت أكثر من 44 عاما خنقت فيها لعبة السياسة صدى جماهير الملاعب. ومثلما يشق الفاو حلمه نحو المدى، فللبصرة عهد عربي لم يمنع أهلها من بث الترحاب إلى أبعد مدى. من وين انت؟ حي الله الكويت ابوي. انت والله من السعوديه اخوي. حي الله السعوديه. الله يعطيك العافيه. حي الله قطر ابوي. انت من وين؟ حي الله اليمن ابوي. تسلم. حياكم تسلم يا اخوي. يوم وياي. والبصرة اليوم تسجل أهداف العراق المشتاق أهله لها في مرمى السياسة، مشرعة أبوابها على الخليج العربي، منتصرة على أوراق كتبت بمحاولات عبثت في صورة العراق عند أشقائه، أو ضربته ولاءات خارجية همشته على قارعة الطريق. في البطولة 25 للخليج تهيئ البصرة عهدا جديدا لتضميد جراحات الاقتصاد والسياحة والأمن، وتقطع الطريق على كل المؤامرات والمؤتمرات والقرارات التي كان العراق محاربا في وجهها غير مستسلم لها. صورة عربية طال انتظارها ترفرف في سماء مدينة عراقية تطل على شط العرب، صانعة في غرف السياسة هدفا ساميا بأن تنطلق من البصرة آفاق النبض الخليجي. صمتت السياسة عندما نطقت حناجر الشعب، تماما كما انطلقت حناجر العرب من الخليج إلى الرافدين. فرصة تطرق باب سياسيين ومسؤولين بجردة حساب جديدة يؤمنون بها أن العراق عاد إلى موقعه في الخارطة العربية، ونفض غبار سنوات طوال حاولت هز سياسته التي تعلن رسالة لا غيرها: بلد عربي لا يمكن أن يتخلى عن مكانته، ولا يمكن أن يتخلى عنه أحد.